فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ويكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، وهذا سبب من أنواع الاختلاف المذموم، وهو الجهل، وهو أخف من الأول، لكنه مذموم أيضا، لأن المفروض في الجاهل أن يسأل أهل العلم ولا يعتمد على رأيه وينحاز إلى طريق غير صحيح يظنه هو الصحيح. فإن الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على الجاهل أن يسأل العالم وأن يأخذ بما يرشد إليه. فلما لم يسألوا أهل العلم وركبوا رؤوسهم وجهلهم وظنوا أنهم علماء، وهذا هو واقع كثير من الناس اليوم، خصوصا المتعالمين الذين نشأوا على الورق وعلى الكتب دون أن يأخذوا عن العلماء وعن المقررات الدراسية المنضبطة. لما أخذوا بهذا اختلفوا واستغنوا عن العلماء، اختلفوا بينهم وتناحروا، حتى آل الأمر بهم إلى التقاتل. نعم. والظلم والعدوان، نسأل الله العافية. نعم. فالواجب على الجاهل أن يتوقف وأن لا يمضي في طريقه حتى يسأل أهل العلم. الواجب عليه أولا أن يتعلم. نعم. الواجب عليه أولا أن يتعلم حتى يعرف الحق، والتعلم ميسور ولله الحمد. ثانيا، إذا لم يمكنه التعلم أن يسأل أهل العلم. ثالثا، إذا لم يمكنه التعلم ولا سؤال أهل العلم، يتوقف، يعترف بجهله ويتوقف إلى أن ييسر الله له البيان.